كيفية حل المهام الأدائية خاصة باللغة الإنجليزية. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. 35 درجة مضمونة. ركز معايا جيدا جدا. أول حاجة تجهز ألوانك وقلمك الرصاص. هنرسم ولا إيه؟ أيوة، في جزء خاص بالرسم. بعد كده هتستلم ورقة المهام زي اللي قدامنا في الشاشة دلوقتي. سكول، هتكتب اسم المدرسة، كلاس، فصلك، نيم، اسمك ثلاثي باللغة العربية، ديت بمعنى التاريخ. هشوف العنوان المطلوب مني، هكتب فيه كأني بكتب باراجراف بالظبط، فقرة مكونة من إجابة الأسئلة اللي هو عطيها لي. The job you want to do بمعنى الوظيفة التي تريد أن تفعلها. خلي بالك كده، أول جملة مضمونة. هعمل إيه؟ يقول موجودة، هحولها إلى I. هقول I want to be a doctor. I want to be a nurse. I want to be a mechanic. اختار وظيفة واحدة وتكون عارف كل حاجة عنها. هنتكلم مع بعض بالتفصيل عن وظائف كتير. ركز معي. What the job is؟ الوظيفة اللي انت تريد ان تفعلها اسمها ايه؟ What you do in this job؟ ماذا تفعل في هذه الوظيفة؟ How this job helps other؟ كيف هذه الوظيفة تساعد الآخرين؟ Draw yourself، ارسم نفسك، and some tools you use in this job، وبعض من الأدوات اللي ممكن تستخدمها في الوظيفة. تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. ده اللي احنا شرحناه بالظبط. هنكتب عن electrician، كهربائي. I want to be an electrician. أريد أن أكون كهربائي. بتعمل إيه؟ I connect the houses to electricity. بوصل المنازل بالكهرباء. I help people to use lights. I help people to، وفعل في المصدر، أساعد الناس أن تستخدم الإضاءة. I help people to watch TV. أساعد الناس في مشاهدة التلفاز. I help people to use computers. أساعد الناس في استخدام الحاسبات الآلية. حد يقول لي يا مستر أنا عايز أكون سباك. I want to be a plumber. بتعمل إيه؟ I fix the pipes and faucets. بصلح المواسير والحنفيات. بتساعد الناس ازاي؟ I help people to get water. I help people to take a shower. I help people to wash vegetables and fruits. كل ده مساعدة الناس. حد يقول لي كمان انا عايز اكون قائد اتوبيس، سائق اتوبيس. اقولها ازاي؟ I want to be a bus driver. بتساعد الناس ازاي؟ I drive the bus. اقود الاتوبيس. ده اللي انا بعمله في وظيفتي. بساعدهم ازاي الناس؟ I help people to get to work. اساعد الناس في الوصول الى العمل. I help people to get to. get to معناها يصل الى. I help people to get to work. العمل. ممكن أساعد الطلبة كمان في الوصول إلى المدارس. I help people to get to school. تعال نشوف كمان فكرة جديدة. ممكن أقول مقدمة لو أنا بحب أكتب جمل كتير. All jobs are important. كل الوظائف مهمة. I want to be an electrician.
ماذا تفعل يا عمو يا كهربائي؟ I connect the houses to electricity. I use many tools. أستخدم أدوات كتير. I help people to use lights. ممكن أرسم شريط نور زي الموجود في الأفراح والاحتفالات. I help people to use computers. أرسم حاسب آلي. I can repair or replace broken wires. ممكن أرسم أسلاك عريانة. I love my job. واختم في النهاية I love my job. زي ما شايفين في الصورة راسم نفسي كهربائي وماسك لمبة وأسلاك كمان. تعال نشوف مهمة تانية بالشكل ده بالظبط، اسمها ايه؟ Plants in your home. الأسئلة اللي موجودة والمطلوب أكتبه. تعال نشوف خطوة خطوة. You want to grow some plants in your garden or balcony. أقول لك على سر خطير، شايف يو الموجودة في الأول حولها إلى I. ما أنت بتتكلم عن نفسك هتقول إيه؟ I want to grow some plants in my garden. I want to grow some plants in my garden. طب إيه المطلوب مني بالظبط؟ تعال نشوف الأسئلة. The plant you want to grow. النبات الذي تريد أن تزرعه. I want to grow. عايز تزرع إيه؟ طماطم. I want to grow tomatoes. لماذا تريد أن تزرعه؟ Why you want to grow it. احذف why وحول you إلى I وتقول إيه؟ I want to grow it. ليه تزرعه؟ To eat. لكي نأكله. To make salad. لكي نصنع سلطة. مراحل النمو. ازاي؟ We plant a seed. أيوة. The seed grows. البذرة بتنمو. The seed germinates. بتنبت. It grows roots. بتبدأ الجذور. جذور موجودة فين؟ The roots grow under the soil. بعد كده البرعم. The shoot grows above the soil. بعد كده it grows leaves. أوراق شجر. It grows leaves and flowers. وزهور كمان. الزهور بتصبح ايه؟ ثمار. The flowers become tomato fruits. بعد كده I eat tomatoes. ما انساش اقول tomatoes have seeds inside. ممكن اقول كمان الطماطم لونها اخضر قبل ما تصبح حمراء. Tomatoes are green before they are red. تعال نشوف مع بعض عن نبات تاني. sunflower. I like the sunflower. I grow it in my garden. It looks nice. First, we put these in soil. Next, these start to grow roots. Then, the shoot grows above the soil. After that, it has leaves. It opens and faces the sun. Finally, the sunflower dies and drops its seeds. مهمة كمان. Shopping list. قائمة التسوق سهلة جدا جدا جدا. انت ما عليك غير تستخدم اللي انا قلته لك بالظبط. لو في يو حولها الى اي. تعال نشوف ايه المطلوب مني بالظبط. Your mom wants to buy things from the market. مامتك تريد ان تشتري اشياء من السوق. Help your mom to prepare a shopping list. ساعد مامتك في تجهيز قائمة التسوق. ايه الجمل اللي انا هستخدمها؟ The money you have. المال الذي تملكه. خد معاك 50 جنيه.
هتقول ايه؟ يو بتتحول الى اي واقول اي هاف 50 باوندز، اي هاف 50 باوندز. بعد كده the things your mom wants to buy، ايه الاشياء اللي ماما عايزاها؟ هتقول ايه؟ my mom wants to buy، ماما تريد ان تشتري، خليها خضروات وفاكهة، my mom wants to buy vegetables and fruits. اسعار المشتريات بسيطة، خلي بالك، هتقول اسم الفاكهة او اسم الخضار او اي حاجة حابب تشتريها، وبعد كده تشوفها لو مفرد is ولو جمع are. ازاي؟ sugar، السكر، sugar is 30 pounds، sugar is. ممكن اقول ايه كمان؟ honey is 50 pounds، العسل. ممكن اقول عن الخضروات tomatoes are 12 pounds، potatoes are 20 pounds. في النهاية هرسم صورة لقائمة المشتريات. انا اتكلمت عن البطاطس والطماطم، ارسم حبة بطاطس جميلة، حبة طماطم جميلة، سكر، ارسم كيس سكر، وهكذا. تعال نشوفها بطريقة مبسطة. I have 50 pounds. My mom wants me to buy some milk, sugar, apples, eggs and bread. ممكن ارسم الحاجات دي كلها. ازازة لبن، كيس سكر، مجموعة من التفاح، كرتونة بيض، مجموعة من الخبز. هقول الاسعار. The milk is، شايف بقول ايه؟ The milk is 10 pounds. The sugar is 10 pounds. اي اسعار وخلاص يا شباب، مش شرط يعني كأنك راح تشتري. The apples are 20 pounds. The eggs are 5 pounds. مهمة جديدة، using electricity safely، بمعنى استخدام الكهرباء بطريقة آمنة. Your brother is cleaning some electrical things at home. اخوك بينظف مجموعة من الاشياء الكهربائية في المنزل، مراوح، تلفزيونات، حاسبات آلية. You want to help him، تريد ان تساعده. But you want to be safe، ولكن خلي بالك انت وبتساعده لازم تكون آمن. هكتب عن ايه؟ لازم اجاوب السؤال الاول، why it is important to keep safe when you use electricity، لماذا من المهم ان تبقى امن عند استخدام الكهرباء. هجاوب على السؤال الثاني، how to keep safe when you use electricity، كيف تبقى امن عند استخدام الكهرباء. هرسم كمان، draw the electrical thing، ارسم صور للأشياء الكهربائية. And one or two things you do to keep safe. تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. It's important to stay safe when we use electrical things because electricity is dangerous. ايه السبب؟ الكهرباء خطيرة جدا جدا يا ابطال. It can burn، ممكن تحرق. To stay safe، عشان تكون امن، never touch anything electrical، لا تلمس اي شيء كهربي. With wet hands، وايدك مبتلة. Never put anything in the socket، اياك ان تضع اي شيء في المكبس الكهربائي اللي قدامنا. only plugs، الفيشة بس يا ابطال. مهمة جديدة، making delicious food، صنع طعام لذيذ. لسه قايل لك، شفت يو حولها الى ايه؟ اي. يو ار تتحول تبقى اي ام. هقولها ازاي بقى؟ واكتب ايه؟ اي ام انفايتنج ماي فريند to my house، يبقى حولت you are الى I am. I am inviting my friend
to my house. You want to make some delicious food for him. يبقى تقول ايه؟ I want to make some delicious food for him. عايز تعمل له ايه؟ رز بلبن حلو. I am inviting my friend tomorrow. I will make rice pudding. Rice pudding. It's delicious and healthy. لذيذ وصحي كمان. We need rice, milk, sugar, water and nuts. نحتاج للأرز, لبن, سكر, مية, مكسرات كمان. طريقة عمل رز بلبن ازاي؟ I boil water, بغلي المية, and add milk, وبضيف اللبن, and sugar, والسكر كمان للمية المغلية. Then we put nuts on top, نضع المكسرات على سطح الرز بلبن. It's delicious, لذيذ جدا جدا. It's healthy, صحي جدا جدا. مهمة جديدة كمان, a healthy meal, وجبة صحية. Your friend wants to be healthy. صديقك يريد أن يكون شخص صحي. You are helping him. بتساعده. Prepare a healthy meal. تجهيز وجبة صحية. What foods are in healthy meals? الطعام اللي موجود في الوجبات الصحية. أكيد vegetables and fruits. Why is it important to have healthy meals? ليه من المهم نتناول طعام صحي؟ Draw the healthy meal you and your friend prepare. ارسم صورة للطعام اللي جهزته مع صديقك. I like salad very much. السلطة صحية جدا. Salad is healthy. السلطة صحية. We use tomatoes and vegetables to make salad. مفيش أسهل من كده. حبة بطاطس ولا طماطم؟ طماطم على حبة بصل وشوية جرجير حاجة خضرة نعمل سلطة. We should have salad in every meal. يجب أن نتناول السلطة في كل وجبة يا أبطال. مهمة جديدة سهلة خالص خالص. A family album. ألبوم العائلة. هجيب صور معايا؟ لا، هترسم صورة لبابا، صورة لماما، صورة لجده، صورة لعمه، لخالته. هو قال لي بالظبط كده. You want to make a family album of you. صورة ليك and your family members. هكتب ايه طيب فيه؟ هكتب اي معلومات عن الاب والام، الجد، الجدة، الخال، الخالة، العمة، العم، اولاد وبنات العم. تعال نشوف مع بعض. I have a big family. لدي عائلة كبيرة. I love my family. بحب عائلتي. My grandpa is a doctor. My grandma is a teacher. وارسم الجد والجدة فوق. بعد كده my father is a doctor, my mother is a nurse, I have one uncle, I have two cousins, we played together on the weekend, we played together in the garden كمان. إجابة كمان. This is my family tree, I have a big family, I like my family. My grandpa is a doctor. وأقول عمره. He is 60. My grandma is a nurse. وأقول عمرها. She is 55. My father is a doctor. وأقول عمره. He is 35. My mother is a teacher. خلاص مش هتقول عمر ماما، براحتك. I have one uncle. I have three cousins. We play on the weekend. في النهاية أختم بإيه؟ I love all my family. مهمة جديدة. The animal I like. الحيوان اللي أنا بحبه. هتكتب فيه إيه؟ المطلوب منك إيه؟ تعال نشوف. You are going to visit the zoo next week with your family. لسه قايل لك بالظبط. You are. تحولها إلى إيه؟
I am. يبقى أول جملة هكتبها إيه؟ I am going to visit the zoo next week with my family. Choose one animal you like and describe it in your family. اختار حيوان حبيته وابدأ أوصفه لأسرتك. The animal you want to describe, الحيوان الذي تريد أن تصفه. Where it lives, أين يعيش. How it looks like, كيف يبدو. ما شكله. وارسم صورة للحيوان. طبعا عندنا يونت كاملة desert animals بتتكلم على الحيوانات. ممكن نستخدم حيوان منها؟ طبعا. تعال نشوف الأسد وممكن نستخدم أي حيوان تاني بعد كده. I like the lion. The lion lives in the zoo. It is big. It has a big head and a tail. لديه أو عنده رأس كبيرة وذيل طويل كمان. It's brown and yellow. It has sharp teeth. ممكن أتكلم كمان على فينك فوكس كمان. I like the fennec fox. It lives in the desert. It is صغير. It is small. طب عنده ايه؟ It has big ears. ودان كبيرة. And thick fur. وكمان فرو سميك. بياكل ايه؟ It eats mice. وقلنا عنده ايه؟ ممكن نتكلم على الجمل. ممكن نتكلم على الحصان. اكتب بقى باسلوبك. I like the camel. It lives in the desert. It has large flat feet. Yes. It is big. Its milk is delicious. We use camel's fur to make clothes. I like the camels. ممكن اكتب على الحصان. I like the horse. The horse has sharp teeth. The horse has large beautiful eyes. بياكل ايه؟ The horse eats grass. The horse eats. ضيف للفعل إس إذا كان الفاعل مفرد. The horse eats grass. بيشرب إيه؟ The horse drinks fresh water. I like the horse. مهمة جديدة. The most important job in school. أكثر وظيفة مهمة في المدرسة. You and your friends, أنت وأصدقائك, are talking about the job you want to do in the future. الوظيفة التي تريد أن تفعلها. The most important job in school, نفس الموضوع. You and your friends are talking about the most important job in your school. ما أنا ممكن أكتب على الكهربائي من وجهة نظري. ممكن أكتب عن المدرس. ممكن أكتب على garbage collector, جامع القمامة. من وجهة نظري مين هو أهم وظيفة في المدرسة؟ What is the job? The most important job in school is the teacher. Why? لماذا؟ He teaches students. Do you want to do it in the future? طبعا. I want to be a teacher in the future. لماذا؟ I want to help people. ارسم صورة to show respect to this job. وظيفة لازم نحترم كل الوظائف. تعال نشوف مع بعض صورة للمدرسة اهو. We love our teacher. قلنا الكلام ده بالظبط. The most important job is the teacher. He works hard to teach students. He helps students to understand their lessons. Yes, I want to be a teacher in the future.
because it's a great job وظيفة مهمة because it's an important job and I love helping students بحب أساعد تلاميذ والطلبة كمان all jobs are important the most important job is the teacher he works hard to teach students I want to be a teacher in the future because it's a great job I love helping students. A visit to a famous place. خلي بالك هتيجي لك مهمة واحدة بس انهي واحدة المدرسة بتختار والإدارة التعليمية بتختار مهمة بتبعتها للمدرسة. A visit to a famous place. زيارة إلى مكان مشهور. You and your family want to visit a famous place the next month. أنت وعائلتك تريدون أن تزوروا مكان مشهور الشهر القادم. Select a place. اختار مكان. أي مكان. The zoo. The pyramid. سهل حشيش. هرجادة. تعال نشوف مع بعض. اخترنا الأهرامات. I want to visit the pyramids. They are in Giza. موجودين في الجيزة. I can see the Sphinx. Sphinx يعني أبو الهول. I can see the pyramids. سهلة جدا رسم الأهرامات. A lot of tourists. كثير من السياح visit this place. The pyramids are nice and amazing. الأهرامات رائعة وكمان مدهشة. A birthday party حفلة عيد الميلاد كل سنة وانتو طيبين يلا نعمل حفلة مع بعض حفلة مين الجد Your grandpa's birthday was last weekend عيد ميلاد جدك حفلته الأسبوع الماضي You and your family prepared a birthday party جهزتوا حفلة عيد ميلاد What you prepared for the birthday party? سهلة. هشطب على what وحول you إلى I وأقول I prepared a birthday cake. I prepared some drinks. I prepared some balloons. What you did in the birthday party? ممكن نقول I sang a song. غنيت أغنية. I ate delicious cake. How you felt in the party? كيف تشعر في الحفلة؟ هشطب على how ويو بتتحول إلى I. I felt happy. I felt excited. Draw a picture of you and your family at the party. ارسم صورة لعائلتك في الحفلة. ترابيزة وعليها تورتة وكمان بلالين. ونرسم أشخاص ونلون درجة مهمة جدا جدا 35 Last week we had a birthday party كان عندنا حفلة عيد ميلاد It was my grandpa's birthday كله موجود من مهمة We made some cakes and cookies I made some balloons I sang some songs We were happy I was excited. Your room. You want to describe your room. تريد أن تصف غرفتك to a friend of yours. لصديق من أصدقائك. What you have in your room. ماذا يوجد في غرفتك. What is the color of your room. ما لون غرفتك. Why you like it. لماذا تحبها. ارسم صورة. ممكن في الأول أقول my favorite room is the bedroom غرفة النوم سهلة جدا my room is pink my room is blue my room is green اختار اللون المناسب I like it بحبها because I can relax أسترخي I can listen to music quietly بهدوء
I can do my homework quietly. نرسم صورة. طب عندنا ايه؟ I have a cupboard. I have a bed. I like my bedroom. I have a bed and a cupboard. My bedroom color is pink. يبقى لازم ارسم الغرفة باللون البينك. I like my bedroom because I can relax and do homework. مرة تانية بصورة اوضح. I have a bedroom. I like my bedroom. I have a bed and a cupboard. There is a lamp next to my bed. في لمبة بالقرب من بجوار سريري. My bedroom is pink. I like my bedroom. بحب غرفة نومي. Because I can relax and do my homework quietly there. I can sleep well there. أستطيع أن أنام بطريقة جيدة هناك. Mr. Nasri loves you so much. ما تنساش سبسكرايب، فعل الجرس علشان يصلك كل جديد. هنراجع مع بعض، هنحل مع بعض أسئلة نماذج الوزارة. الدرجة النهائية مضمونة مع مستر نصري. Don't fear مستر نصري زهير. لو عجبك الفيديو شيره مع أصحابك. ما تنساش تعليق جميل منك يشجعنا. Goodbye.